السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من الآخر الخلاصة. لو أول مرة تزورنا في القناة يا ريت تشترك في القناة وتنضم لعيلتنا. اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب، واعمل لايك للفيديو طبعا، لايك متين كده ارزع اللايك، وطبعا فعل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم عن مواعيد عذرا هنتكلم عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27/10/2020. طبعا كالعادة للمتابعين الفيديو بتوقيت مصر، وتوقيت مصر هو توقيت ليبيا والسودان. لو حضرتك عايز توقيت مكة المكرمة والسعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وبلاد الشام سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، زود ساعة على توقيت الفيديو. يعني مثلا مباراة لوكوموتيف موسكو الروسية أمام بايرن ميونخ الألماني ميعادها الساعة 7:55 أو 8:05 مساء بتوقيت مصر، يعني الساعة 8:55 أو 9:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة والدول الأخرى اللي أنا قلتها. لو عايز توقيت الإمارات وعمان هتزود ساعتين، ف7:55 أو 8:05 هتكون 10:05 مساء. لو عايز توقيت موريتانيا وجرينتش هو نفس هتقلل ساعتين، أنا قلت الإمارات وعمان هتزود ساعتين تمام. لو عايز توقيت بقى موريتانيا وجرينتش هتقلل ساعتين، الساعة 7:55 دي اللي هي 8:05 هتكون الساعة 6:05 مساء بجرينتش وموريتانيا. لو عايز توقيت تونس والجزائر والمغرب قلل ساعة واحدة فقط، فهتكون الساعة 6:55 أو 7:05 مساء. خلينا نبدأ دوري أبطال أوروبا. لوكوموتيف موسكو الروسي هيلعب أمام بايرن ميونخ طبعا في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا. المباراة ميعادها الساعة 7:55 أو 8:05 مساء بتوقيت مصر. القناة كلها قناة بين سبورتس اتش دي وان، ومعلق المباراة علي محمد علي. هناك أكتر من مباراة في نفس التوقيت. المباريات هي شختار دونيتسك الأوكراني أمام إنتر ميلان الإيطالي. القناة كلها بين سبورتس اتش دي 2، ومعلق المباراة عصام الشوالي. مباراة اتلتيكو مدريد بقى ما طلعش اكتر من مباراة ولا حاجة، المباراة دي بس. طيب عندنا بقى 1 2 3 4 5 6، 6 مباريات في نفس التوقيت اللي هو الساعة كام؟ اللي هو الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والكويت وقطر زي ما قلنا تمام، وباقي التوقيتات، و12 مساء بتوقيت الامارات وعمان، والساعة 8 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا، و9 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. المباريات اللي في التوقيتات دي هي مباراة اتلتيكو مدريد الاسباني امام ريد بول سالزبورج النمساوي. القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 3، ومعلق المباراة حسن العيدروس. المباراة التانية بروسيا مونشن غلادباخ امام ريال مدريد. القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 1 وبين سبورتس 4K، ومعلق المباراة خليل البلوشي. مباراة بورتو امام بورتو البرتغالي امام اولمبياكوس اليوناني في نفس التوقيت ايضا. القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 5، ومعلق المباراة احمد البلوشي. ومارسيليا الفرنسي يلعب امام مانشستر سيتي الانجليزي في نفس التوقيت 10 مساء بتوقيت مصر. القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 6، ومعلق المباراة رؤوف خليف. وليفربول الانجليزي يلعب امام ميتلاند الدنماركي. القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 2، ومعلق المباراة يوسف سيف. واتلانتا الايطالي يلعب امام اياكس امستردام الهولندي في نفس التوقيت له 10 مساء بتوقيت مصر. القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 4، ومعلق المباراة حفيظ الدراجي. ندخل على كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي. طبعا مباريات نصف النهائي كانت مؤجلة من 15/3/2020. الهلال السعودي هيلعب أمام أبها الساعة 4:55 أو 5:05 مساء بتوقيت مصر، الساعة 5:55 أو 6:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية. القناة الناقلة قناة الرياضية السعودية الثانية اتش دي، ومعلق المباراة عبد الله الحربي. الأهلي أو أهلي جدة السعودي هيلعب أمام النصر السعودي الساعة 7:30 مساء أو الساعة يعني 7:30 مساء بتوقيت مصر، الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية. القناة الناقلة قناة كي اس اي سبورتس اتش دي أو الرياضية السعودية الأولى اتش دي، ومعلق المباراة فهد العتيبي. الدور الأردني للمحترفين الجولة 11، سحاب هيلعب أمام الحسين إربد الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، الساعة 6 مساء بتوقيت الأردن في الجولة 11. القناة الناقلة الأردن الرياضية اتش دي. الدوري العراقي الممتاز آخر مباراتين في الجولة الأولى. القاسم هيلعب أمام نفط ميسان الساعة 2 ظهرا أو مساء بتوقيت مصر، الساعة 3 عصرا أو مساء بتوقيت العراق في الجولة الأولى طبعا. القناة الناقلة الرياضية العراقية. وزاخو هيلعب أمام الكرخ في نفس التوقيت، والقناة الناقلة ممكن تكون برضو الرياضية العراقية في الأولى والتانية وكده. الدوري الموريتاني عندنا نواكشوط كينغ هيلعب أمام الحرس الوطني في الجولة 26، ومدينة المباراة بعدها الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، الساعة 5 مساء بتوقيت جرينتش موريتانيا. ومدينة ترارزة هيلعب أمام الشرطة الساعة 9:55 أو 10:05 مساء بتوقيت مصر،
الساعة 7:55 دقيقة أو 8:05 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. قناة ناقلة قناة أعتقد في قناة موريتانيا الرياضية. في الجولة 26 كأس إيطاليا الدور الثالث عندنا سامبدوريا هتلعب أمام سلرنتاتا وبولونيا هتلعب أمام مباراة سامبدوريا معادها الساعة 3 عصرا أو مساء بتوقيت مصر. بولونيا هتلعب أمام ريجينا الساعة 4 عصرا أو مساء بتوقيت مصر. فيرتوس انتيلا هتلعب أمام بيزا في نفس التوقيت. بوريدينوني هيلعب أمام مونزا الساعة 7 مساء بتوقيت مصر. بطولة كأس العراق دي المباريات الخاصة بيها في الدور الثالث. متابع طبعا كل المباريات في نفس التوقيت الساعة 1 ظهرا أو مساء بتوقيت مصر. متابع الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة من الآخر الخلاصة. قدمنا لكم مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27/10/2020. اشترك في القناة بضغط على الزر الأحمر، اسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك، سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.